انا ما احلاش والله ان انا ما احلى، واللقطه بيقول لي ابني صاحبي واحد الا الكذاب، انا سيبتهم كلهم صاحبته الكذاب. الله لا فتح عليك يا حسام، قال لنا شنو نبيع القبوش نتخارج، طير لنا بالمشتري يا وحي، كيف يعملوا الان؟ يا رب خارج. مو بيني وبينكم والله لا شكله لا سائح ولا هم يحزنون، سائح من حق القاعده هي بس. اها على ذكر المجبر يا حسن، وين انت؟ وين سرحت لنا الرجال يا اخي؟ عيب عليك، فاتحنا قبعينك وخلصنا، انت وصاحبك القزال الله يقزل بكم الاثنين. انا طلعت الفندق يرتاح. كيفه؟ وديت الفندق ارتاح؟ يا اخي انت شاهم، على قصتي لو ارتاح. اش ترتاحوا عندكم وانا مقدول هنا؟ انا كنت راكن على بيعه، راكن على بيعه، لكن وين الخير من وجه الغراب يا غراب؟ الحين انت مالك مكبر الموضوع؟ يا رجال خليها الله، كمان قبح كان ذهب ذهب. يعني بكره بعد ايش جيلي 1000 مشتري وسعري فوق فوق، شو نبيعي والله شو نبيعي؟ شوف اذا بينك طافه تتخارج يا حسام انت المشتري، ما بينك طافه والله انا الاقرب عبد احمد. قد له اسبوع راضي بي، حاوش بحق الوقين بالشارع، شو دخيل القبه وقربع لي. طيب طيب ملا عادي شنقربع معك من جيزو. فما يجوز انا شنقربع اخر الحين طب الله. اها الحين قد تشتقربع معي. قيمة القبة معها ليش فوقه ولا تحته ولا جنبه؟ ولا أقول لك يا أخي سمعك الآن صوت القطار. شكلك وما صار لي مهرة أسامة، هذا أقسم بالله إنه أكبر كذب بحياتي، أقسم بالله. الباب تكون القبه مسكون. ايه مسكون. ومين قال لك اني مهجوره؟ انا والله اني مسكون. من وين الصوت هذا؟ شو تعرف من فين الصوت؟ الله، تريد ان تعرف من نحن؟ لا والله، نحن بناة هذه الأرض وهذه الحضارة يا سمسار. سمسار أنا، مين قال لك إن سمسار أنا؟ والله إنه حسام السمسار. سمعت أنكم تريدون أن تقزعوا القبة، تبيعوها أنت وصاحبك، تقربعوا من ظهر هذه القبة المباركة. استغفر الله العظيم، أنا ما أكلش حرام والله، أنا ما أكلش حرام والله، ما غير حسام هذا أكبر سمساري بالمنطقة كلها، هو اللي قال اشتي قربع اشتي بيع. أنا قلت اشتري بصر مشتري قليف، يعني يندي لنا مبلغ كذا بحجم التراث والحضارة هذه. لك لعيصة العصا. تريد أن تبيع أرضك وتراثك وحضارتك؟ نأجري طيب، كيف نعمل؟ لا تستفزناش، كمان في بسكر في بضغط. تشتي تبيع القبة المباركة هذه؟ تشتي تضيع حضارتك؟ تشتي تطمس ملامح أرضك؟ أنت مو من تنح. هذا شيء مستفز جدا. أنتم من فين جابوكم يا خونة يا سماسرة يا بياعين القبة؟ لا عفوا، بيعين القلعة، القبة عندنا ما حصلنا لها مشتري. يا خزوة، مش نقول للأجيال القادمة عنكم؟ إي والله، استغفر الله يا خزوة من صدق، مو شو نقول للجهال وجهال الجهال، شنو نقول لهم؟ باعوا القبة يا خزوة عليكم، اشتبيعوا كل حاجة، ايش اخليتم للأجيال اللي بعدكم يبيعونه يا متهبشين؟ لكن ذقد معايرة، انتم ايامكم كان على خير، اسمع لك سندباد، رجعك المندق، قتلتونا معايرة، احنا بحرب، جوع، بقيت لنا من الدنيا ذي القبة، اطلب الله يا اخي. هذه المشكلة هي مشكلتكم انتم لحالكم. مسكيتونش توقعوا رجال، ولا كان يجب عليكم أن تحموا هذه الأرض والعرض وتطوروا وتبنوا والحضارات تتطور بوجودكم، لكنكم بعتم القلعة والآن جيتم تبيعوا القبة، والله ما سبر. أها أيها الأجداد العظماء، خلاص أنتم الرجال، إحنا ما إحناش رجال، الرجال لكم، دعوني أذهب ولن تروني قطاً بإذن الله.
لا تصدق هذا الطويل الكذاب، أنا أعرف جده من زمان، كان حنبول سعره. يعني طلع حنبول بن حنبول لسابع قد. وكيف عرفت إنه جده؟ شوف سعى منين أخرته، كيف ما عرفوش؟ بس جدي كان قالوا عرف طص الله يرحمه، وكان وسيم. أنا قد أنا أشم حامض. دحين أين نودوه؟ هذا عقابه، يجلس هنا داخل القبة. تمام، اجلس هنا، احرسه جيدا، وضع بندقيتك على رأسه، رأس السمسار الطويل، وبعد ذلك سنأخذه إلى خلف القبة ليتجرع الجيف الذي صنعتها أيديهم. حزق وبهلو. طيب شغلوا حاجة. والله كلمة، آخر كلمة، كنت اشتكي لك من صدق، تعال الله يزيلك، أنا شو عمل لي حشوة. إذن يا شباب، الفزعة حسمت خلاص. نزيد نقاش ثاني. أجل بما أنه نحن اشتغلنا الحلقة حق غبة الحسينية، فهي الأولوية لاستكمال حقها. يا سلام، يعني نأجل موضوع فزعتي؟ أيوة، بالراحة تأجل. يا سلام، بالراحة. في نفس كثير اللي أيوة. أساساً أنا عادنا يعني لم أستكمل تجهيز الملف، كنت أبحث مع الأستاذة كيف اللغة العربية أمانة. إذن فكم مكة روح. خلاص نكمل انا والاستاذ اللاذا، ونقدم اللاذا عشان اللاذا. طيب اللاذا بذا، نشوف اللاذا عند التفاصيل حق المشروع. طيب الاستكمال هي الان بتكلمنا على انه كيف بتتم الاليه اللي هي ايش فزعه ثانيه. طبعا قبه الحسينيه يشي له موسم فزعات والله على الوضع المستاء اللي هي يعني في به. والمره هذه يعني ان شاء الله انه بتكون الفزعه يعني لمساء يعني استكمالا للاولى بشكل افضل. واتمنى انه كمان من الجهات يعني برضو كمان عيش تدعم القضيه انه تخرج فزعه جدا. متعاونين يعني، تواصلوا معنا بحيث انه نشوف مثلا اماكن بديله على اساس نحول اماكن براميل القمامه لمكان اخر. الى جانب نقوم بشويه تحسينات اللي هي نعمل مساحه صديقه، الاشجار نزرع نكثف، بس نحاول عدد الاشجار يعني ما يقلش عن 15 شجره. الى جانب نعمل اضاءات كبيره، نعمل 4 اضاءات حول قبه الحسينيه بحيث بالليل بالذات يكون شكلها يظهر بشكل جميل وشكل تاريخي. لا بالنسبه للاضاءه هي بتكون طبعا فظيع جدا، انه يعني القبه وكذا مضيء. طيب احنا بنوفر اضاءات سهله، لكن الكهرباء من فين بنجيب؟ بنحاول. شوف موضوع الكهرباء محلوله، يا بنحاول نتواصل مع شخص صاحب محطة بحيث إنه يتكفل على طول بالكهرباء. في إضاءات اللي تجي مع اللوحة الشمسية، يعني مع الألواح الشمسية تشبكها تكون حق الله والله. أيوة بس جودتها. نشبك لها من الجامعة. نحن بعد بنحدد نوع الإضاءة على حسب الوضع، بعدين هذا أثناء ما لما يدرس احتياج وإيش اللي بيحتاج الموضوع. في الإضاءة اللي هي اللاين هذه اللي تجي ليد. بس ما نشتري إضاءة نخرب التراث، تنسوش إنه ده صرح تاريخي. ما تخرج التراث يقولون اخر انت شكل جمالي فقط مساحة يعني صديقة، يعني نوع من انواع التحسينات. فهو تمام ايش يعني الان اللي الشيء افهمه انه بفزعتنا هذه لما احنا بنستكمل رفع القمامة، التشجير، ووضع اضاءة حول المكان. اعتقد ان احنا اذا اكتفينا بذا الامر يعني بنكون حققنا لمسة ونجاح. احنا نعمل حسابنا بعدين اذا في احد من الداعمين ولا من المشاركين ولا كذا حاجة انه في حاجة مساهمة اكبر. ايوه تطوير افضل.
من يكره؟ من يكره عشان يقطع الشارع وما حد يدخل هناك الا الزوار السائحين. ايش رايك استاذ؟ تمام خلاص. اذا اوكي اذا اوكي اذا اوكي متفقين. هند ما انت مسؤوليتك هذه الامور وبقيه الشباب بيتوزع المهام زي كل مره. المهام نحن بنوزعه كالاتي. اذا مشاهدينا الكرام بنستكمل باذن الله فزعة قبة الحسينية، تابعونا. قبة الحسينية، المعلم الأثري العتيق والجوهرة اليتيمة اللي تعرضت لتسيب كبير وإهمال غريب ما له أي مبرر. قبة الحسينية عمرها ما يقارب 500 عام من الزمن، عاصرت الكثير من الأجيال وكانت تعيش في أحسن حال، إلا أن الحسينية اليوم مع الأسف الشديد تمر بحالة صعبة ووضع مأساوي نتيجة هجر كل محبيها لها. انطفأ بريقها وغزاها الشيب وظهرت عليها تقاعيد السنين وهرم الليالي والأيام. بدأت الحسينية اليوم تفقد حسنها ويحاصرها السوء من جميع الاتجاهات، فمن جهة تجد أكوام من القمامة متناثرة في باحتها، ومن جهة أخرى مخلفات أعمال البناء واللي يرميها أصحابها جانب الحسينية بصورة غير بريئة ولا منطقية. وبما أن القبة تحظى بهذه المكانة التراثية العظيمة، ونظراً للإهمال اللي تلاقيه هذه القبة، كان فريق فزعة شباب حريص على تسليط الضوء عليها وحشد كل الجهود الفردية والجماعية للحفاظ على ما تبقى من روح ووهج هذه القبة. بدأ الفريق في حلقة سابقة بمناصرة وضع الحسينية، وحاول بشتى الطرق الوصول لحلول تقي هذه القبة من ويلات التسيب والإهمال. وللأسف ما كان فيه تفاعل بالشكل المطلوب واللي تستحقه هذه الجوهرة العتيقة. بعد كذا قرر فريق الفزعة عدم التخلي عن الحسينية وبذل جهد مضاعف لصالح هذه الفزعة، وأولى خطوات الفريق كانت زيارة مكتب هيئة الآثار للتنسيق والتعاون معهم وطلب تقديم التسهيلات اللازمة لعمل الفريق. أهلا وسهلا فيكم مع فزعة شباب. نشكركم، نشكر اقتراحاتكم ونشكر جهودكم الجبار الذي تقومون به في محافظة تعز. إن شاء الله تكون فزعتكم هذه فزعة خير لنا في الهيئة العامة للآثار والحفاظ على المعلم قبة الحسينية التاريخي. طبعا بنقدم لكم بعض التسهيلات أو ما نملك من التسهيلات في إطار الحفاظ على هذه القبة، وكذلك مساعدتنا في تشجير الحوش الداخلي للقبة. بإذن الله سنتعاون معكم كثيرا في يعني إنجاح مبادرتكم وفزعتكم هذه، وإن شاء الله لن تكون الأخيرة وإنما سيكون هناك فزعات أخرى بإذن الله تعالى. وبعد أخذ التصريحات ومبادرة الهيئة في تقديم التسهيلات، قيم فريق البرنامج احتياجات تحسين القبة للبحث عن ممول مشارك في هذه الفزعة. حصل الفريق بعد محاولات كثيرة على ممول للفزعة، وكان بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي. أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي. بطبيعة الحال الأماكن الأثرية تحتاج إلى اهتمام من الجميع، سواء كان القطاع الحكومي أو حتى القطاع الخاص، لأنها تمثل نقطة مهمة لدى كل اليمنيين. نحن في بنك الكريمي نعتز ونفتخر بأن نكون راعيين لهذه الحلقة والتي تمثلت في قبة الحسينية. ونحن في بنك الكريمي أيضا نشجع وندعم هذه الأفكار وهذه المشاريع والطاقات الشبابية بشكل عام. سلام الله عليكم أعزائنا متابعين برنامج فزعة شباب. طبعا عودنا الكرب فزعة قبة الحسينية، وقلنا لازم نعزز القبة ببعض التفاصيل بحيث نظهرها بمظهر جمالي أفضل
قلنا بنزورها انا والشباب. والأهمية القبة ومكانة الحضارية، نحن قررنا أن احنا نستكمل فزعة قبة الحسينية بحلقة ثانية، وبنقوم بكثير من التفاصيل من محاولة أن احنا نرفع برامج القوامة رفع تام من جانب القبة. ثاني حاجة بنخوض بمراحل كثيرة اللي هي التشبيك، الإضاءة، التشجير، وتفاصيل جميلة بتشوفوها معنا في هذه الحلقة. قبة الحسينية حقنا كلنا، يلزمنا نحن وكل الأهالي المتواجدين حوالين قبة الحسينية أن نحافظ عليها، سواء الآن لما نروح نفزع الفزعة الثانية أو حتى بعدين بعد ما نتركها باللمسات الجميلة اللي بنتركها وبنطبعها على حوالين القبة. ننطلق، يلا 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 يلا. بدأ الشباب الفزعة مع قبة الحسينية، وأول خطوة كانت رفع القمامة المكدسة حولها، وهذا كان بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين واللي تعاون كثير وكان أحد أركان الفزعة مع الحضارة والتاريخ. الآن بالمرحلة الأولى من فزعة قبة الحسينية، هذه الفزعة اللي بنحاول فيها نعمل نظافة وأيضاً تحسين لقبة الحسينية. المرحلة الأولى كانت معنا في السابق، واليوم بالمرحلة الثانية نبدأ مع الأستاذ سمير إسماعيل مدير صندوق النظافة والتحسين. أستاذ سمير، إيش الذي أنتم بتقدموه هناك في صندوق النظافة والتحسين عشان قبة الحسينية؟ طبعاً هذه الأعمال تأتي ضمن برنامج الأعمال التي يقوم بها صندوق النظافة والتحسين، الهدف منه إظهار المدينة بشكل أفضل وأجمل، وأيضاً رفع الأضرار الناجمة عن تلك الكوارث البيئية. طبعاً أتينا إلى هذا الموقف تحديداً، إلى هذا الموقع تحديداً تزامناً مع مبادرة فزعة الشباب الذي تسعى إلى تحسين مواقع الآثار، تحسين داخل المدينة، تحسين عدد من المواقع وإظهارها بشكل أجمل عكس ما كان من قبل. طيب أستاذ سمير، إيش الذي أنتم بتعملوا يعني كمراحل؟ إيش بالضبط الذي بتقدمونه؟ إن شاء الله بالنسبة لهذا بصراحة كانت لفزعة الشباب هي الرائدة بهذه الفكرة، وهي من تواصلت مع إدارة صندوق النظافة والتحسين وأوصلوا الفكرة إلى صندوق النظافة والتحسين، والذي لبى النداء وتعاون مع هذه الفزعة بإحضار المعدات. إن شاء الله في يوم الغد سنقوم بإنزال برامج جديدة. طبعاً ما حصلناش مواقع جديدة للبراميل، لكن مضطرين نحن نطرح البراميل هنا لأن الضغط السكاني وكثافة السكانية، إلا أنها ستعود البراميل بشكل أجمل وأفضل مما كانت عليه، وسنقوم بترحيلها بشكل مباشر إن شاء الله. طبعاً مشاهدينا، الأستاذ سمير إسماعيل حاولنا أيضاً نحن نجد أماكن بديلة لبراميل القمامة، لكن لم نجد، يعني جميع المواطنين هنا مضررين من موضوع القمامة، والكل يرفض أن البراميل تكون بمنطقة قريبة من منزله أو أمام محله أو كذا. ما فيش أكثر حاجة نستطيع أن نقوم بها، نعيد البراميل أماكنها لكن نعملها عملية تحسين، عملية جمالية أكثر. جهود كبيرة يقوم بها فريق الفزعة لعدة أيام في التنسيق والمتابعة والعمل المستمر لإنجاح فزعة الحسينية. في المرحلة الثانية من فزعة قبة الحسينية تم تقسيم المهام بين فريق الفزعة، وانطلقوا لتجهيز الفزعة بكل حماس وتفاني. طبعاً نحن الآن متوجهين عند صاحب المشاتل عشان ناخذ أشجار مقاومة للعطش، كمان بناخذ مشاتل لزهور، من خلالها بنحاول أنه نخلق مساحة صديقة حول قبة الحسينية. بالإضافة إلى أنه من خلال هذا الشيء بنحاول نوصل رسالة إلى أبناء المنطقة وأبناء الحي أنهم عاد يرجعوا القمامة هناك، يعني أعتقد لما نشوف أشجار ومنظر جمالي كذا بيستهوا عاد بيرقوموا قمامة من جديد.
طبعا رايحين الان ناخذ الادوات الكهربائيه الخاصه بإضاءة القبه. وايش كمان يا استاذ؟ اي المستلزمات بشكل عام حق الفزعه. طبعا الى جانب بقيه الشباب اللي خرجوا يتابعوا مساله الاشجار والادوات الكهربائيه لفزعه القبه الثانيه، انا كانت مهمتي متابعه الحديد من اجل السياج اللي بنعمله عشان القبه. طبعاً انتهينا من تحميل الحديد من هنا. بعطي معنا الشبك اللي بنستخدمه كسور لقبة الحسينية، لأنه المخلفات، البناء، التراب، أي واحد معه بابور نقل وين حانب فيبو وين القنبو يروح شعبه لعند الحسينية، ولا كأنه معلم تاريخي مهم. فإحنا بنصور هناك هذاك المكان، لأنه قد نظفنا القشرة السابقة والآن بنلف، يعني بنمنع انه يحصل هذا العمل مجددا اللي هو سكب القشره او مخلفات البناء او اي حاجه الى هنا. خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، طبعا هذين الاضاءات التي سنضعها على القبه من اجل ان تبدو القبه بشكل جميل وانيق واظهارها يعني برونق جميل في الليل. طبعا هذه الادوات كلها بتمويل من بنك الكريمي، فخليكم مع المهندس تابعونا كيف بتكون القبه بعدين. وهنا وصلت المعدات وبدا فريق الفزعه باعمال التشجير والاناره وعمل سياج حول باحه القبه.
طبعا بالنسبه لفزعه قبه الحسينيه هي تعتبر الحلقه الثانيه. نحن كنا مصرين ان احنا نعمل حلقه ثانيه نستكمل في فزعه قبه الحسينيه. الحلقه هذه كان في انجاز كبير، عملنا اضاءه للقبه وحاولنا ابراز ملامح الجوهرة التاريخيه هذه، ايضا تشبيك، ايضا جانب التشجير هو يضفي جانب من الجماليات للقبه. إظهار وإبراز هذا المعلم الأثري، ملامحه، إضاءته، بحيث أنه يظهر بمنظره الجمالي اللي يليق في بوك كتاريخ أثري يعني له أكثر من 400 سنة. الشيء الأهم من المجهود يعني بعد المجهود هذا كامل على أصحاب المنطقة اللي هنا، إذا تعاونوا مثلا نفس البرامل اللي كانوا بجوار القبة، يا حبذا أنهم ما يمتلوش ويحاولوا يزينوا المنطقة كلها بالكجاديف، لا خلاص يعني وضع بمكان المخصص. بفضل من الله يعني استكملنا الفزعة اللي احنا خططنا له والتفاصيل اللي احنا يعني حاولنا ان احنا نضيفها لقبة الحسينية. كل الشكر لبنك الكريمي كان الممول لهذه الفزعة، ايضا الشكر الجزيل لصندوق النظافة والتحسين اتعاون معنا كثير ايضا في هذه الفزعة. الشكر ايضا موصول لوضاح العديني اللي هو المسؤول عن الكهرباء بالمنطقة، وصل لنا التيار لإنارة القبة وهذه تعتبر فزعة منه. وبالنسبة لقبة الحسينية ووضع قبة الحسينية نقول لأصحاب الحارة ما نوصيكمش. إنها